أولا مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا أحمد بيه، أهلا وسهلا. اليومين اللي فاتوا بعض الأخبار اتنشرت قانون جديد مرور وبيتكلموا على العربية مش نظيفة، ريحة العربية، حاجات، ما دقة هذا الكلام؟ طبعا لا يوجد أي صحة لهذا الكلام مطلقا، وأنا بستغرب إن بعض السوشيال ميديا، مش بس السوشيال ميديا، ده مواقع نشرت الكلام ده، للأسف مش هذكر أسماء طبعا عشان الكلام ده. ويعني ازاي شو حاجه زي يعني لا يوجد اي شيء من هذا الامر مطلقا. وزاره الداخليه عندها شفافيه عاليه جدا في هذا القانون الشرعي. سيادتك مثلا هديك مثال على الملصق الالكتروني. شوف سيادتك طلعنا مع سيادتك كم مره نقول والله في كذا في كذا صح. في كذا هنطبق بعد كذا، يعني احنا بنتكلم على تطبيق العقوبات بتاعت الملصق الالكتروني اللي في سبتمبر. يعني عنهم شهر، وزاره الداخليه تعلن عنهم شهر 8. قانون المرور الجديد الذي تحصل عنه هذه العقوبات غير موجوده. نمبر واحد. الحاجه الثانيه، قانون المرور الجديد حتى الان لم يناقش في الجلسات العامه لمجلس النواب اللي هيقر، وانما نوقش في بعض اللجان المختصه في هذا الامر، هناك بعض التعديلات حصلت فيه. محدش يقدر يقول القانون طلع فيه او في حاجه، يعني اصلا لسه ما فيش قانون جديد، القانون لسه لم يناقش بالكامل. بالكامل يا فندم، ولا يوجد تطبيق لاي قانون حاليا غير القانون بتاعنا اللي موجود. اللي موجود وعقوباته معروفه. فطبعا انا بشك ان بعض هذه المواقع بتعمل تحريض على البلد، تحريض على الناس. سيادة الأمير مدحت، في حاجات طلعت قال لك انه مش عارف ايه تصل ل 3000 و4000 و5000 وحاجات كده. مفيش كلام ده يا فندم خالص، غير قانون مرور اللي احنا بنتكلم عنه القديم اللي احنا شايفين كده، ما هو حالي موجود، مفيش اي عقوبات اخرى نزلت جديده، كل هذا محض افتراء تام بدول بعض المواقع المشبوهه، وللاسف بتاخد المواقع الالكترونيه محترمه للاسف بتعلن عنه، فالناس بتشوش طبعا. طيب سياده اليوم مدحت، سريعا من 1/9 ايه اللي هيتم بالنسبه للملصق سريعا بعد اذن حضرتك؟ الملصق الالكتروني يا فندم دخل قانون من مجلس النواب، مجلس النواب اقر بعض العقوبات اللي هي هتطبق على الساده المواطنين اللي لسه ما ركبوش ملصق الكتروني حتى الان، وهي حضرتك هيتم سحب رخصه القياده ورخصه السير لمده 30 يوم مع الغرامه، ده بالنسبه للعقوبه الاداريه. اما بالنسبه للعقوبه الجنائيه ستكون معروفه، اللي هي الغرامه من 300 ل 1500 جنيه. طبعا ده احنا وزاره الداخليه بقى لها سنتين بتناشط الملصق الالكتروني وعملت كل هذه يعني الاسباب التي تؤدي لاي مواطن بسهوله ويسر ان هو يتفضل يعمل الملصق الالكتروني بتاعه. فالنهارده الناس اللي ما ركبش عليه انه يذهب لانه بعد كده من 1/9 هيتم تطبيق العقوبات. بالظبط، كان يتوجه سيادته لاداره المرور بتاعته او اي اداره مرور. يا فندم وزاره الداخليه بتعمل حاجات غير مسبوقه في تسهيل المواطنين. سيادتك هل تعلم ان في العالمين في وحده مرور انشئت يعني مؤقتا عشان الناس تجدد فيها تراخيص المصيفين؟ في اكثر من كده. نعم. يعني حضرتك فحضرته سيتوجه لاداره المرور بتاعته، حضرته عن طريق الموقع الالكتروني لوزاره الداخليه يتفضل يدفع ثمن الملصق ويعمل الحاجات دي كلها، يروح فقط يستلم الرخصه بتاعته. التسهيلات موجوده، اداره المرور شغاله 9 بالليل زي ما استاذ وزير الداخليه قال في الفتره المسائيه بالكامل مخصصه للملصق الالكتروني. وطبعا يعني انا اعتقد ان اكثر من 90% واكثر من كده طبعا يعني ركبوا الملصق. اللي مش عايز يركب بقى وعايز يوقف مشروع قومي الدوله مش هتسمح طبعا بالكلام ده. فخلاص اخر موعد 31/8 بالظبط يا فندم، 1/9 هيتم تطبيق العقوبات المقرره على عدم وضع الملصق الالكتروني، او بقى حضرتك استلمت لك رحت شايله فهي يعني. نعم. والدوله على قدم وساق حاليا سيادتك تعلم في تطوير كافه الطرق، وابتدوا طبعا بطريق بنها الحر ودخلوا في الطرق الاخرى لوضع القوارئ اللي هي هتبتدي تقرا الحاجات دي كلها، معظمها موجوده الحاجات الالكترونيه دي لتسهيل الحركه المروريه على المواطن، مش مقصود بينها اكتر من كده. طبعا المزايا احنا قلناها قبل كده مع السيادة الكثيرة والناس كلها عارفاها. اشكرك لواء مدحت خيرتهم، بشكرك شكرا جزيلا. فاصل اخير واعود لحضراتكم.